Good morning. اليوم رح نشتغل درس جديد اللي هو تريانجل. أول شيء عملنا definition يعني تعريف لتريانجل. ABC is a triangle with مثل ما شايفين هون عندكم على الفيجر رسمة ال ABC three vertices يعني هن ال A ال A بنسميها هي vertex ال A بنسميها هي vertex ال B هي vertex وال C هي vertex بس لأنه جمعناهم ثلاثتهم مع بعضهم فبنقول three vertices اللي هن ال A B and C. تاني شغلة شو عنا بالتريانجل عنا three sides يعني ثلاث خطوط اللي هن ال A C هن ال A B وال B C مثل ما قلنا side هون بنسميهم side. اوكي هن ال A B هو سايد يعني خط وال A C هو سايد وال B C هو سايد. طيب تالت وحدة من الكاركترستيك خصائص يعني تعال تريانجل ثري انجلز. ثري انجلز يعني عند الانجل A معنى الانجل B ومعنى الانجل C وبتحطوا هون ال A وال B الانجل B والانجل and انجل C. هذه بالنسبة للتريانجل شو عنده كاركترستيك؟ عنده 3 vertices اللي هن ال A B وال C. عنا 3 side اللي هن ال A B وال A C وال B C وعنا 3 angles اللي هي ال A وال B وال C. أخذنا فكرة جديدة بالدرس اللي هي the sum of angles in triangle is 180 degree. جمع الزوايا بأي تريانجل هو 180 درجة. يعني إحنا منقول الأنجل A بلاس الأنجل B بلاس الأنجل C equal 180 degree. كيف بيجي هون الإكسرسايز أو الإكزامبل بإلنا given B equal 50 degree. أكيد الأنجل B equal 50 degree الأنجل C equal 70 degree. هون كالكوليت معنى البي ومعنى السي اجبار هون نفتش على الانجل اي. طيب بنحط اول شيء القاعده اللي هي الانجل اي بلس انجل بي بلس الانجل سي ايكوال 180 degree. طيب الانجل اي نحن عم نفتش عليها بنخليها الانجل اي بلس مطرح الانجل بي بنحط 50 degree بلس الانجل سي هي 70 degree ايكوال هي equal 180 degree. صار عنا الأنجل A plus 50 هون plus 70 equal 120 degree equal 180 degree. مثل ما شايفينهم خلينا الأنجل A أنجل A equal بنا الأنجل A هون فبنحط هي 180 degree minus 120 degree تطلع الانجل A equal 60 degree. هيك ممكن طلعنا الانجل A. يعطيكم العافية.